يسعد مساكم بنات. عارفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل بخلي البتنجان بتاعي دايما احب اعمله بالليل واخليه تاني يوم، لان كل ما بقعد في التلاجة بيبقى احلى. انا هحط هنا زيت زيتون، وعندي ده البتنجان شايفين، بس غسلته وصفيته وسايباه زي ما هو، سايباه حتى بالجزء الاخضر اللي عليه هنا. وكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعطيه صدمة كده في الزيت، لو خايفة يفرقع منك غطيه بس كده وقلبه. شوفوا كده اخد صدمة من كل الجوانب. اللي انا هعمله ان انا هحط عليه دلوقتي شوية مية يغطوه بالشكل ده، وهسيبه تقريبا 20 دقيقة لحد ما يسيح، من 15 دقيقة ل 20 دقيقة. البتنجان بتاعي ما شاء الله ما كملش 7 دقايق وكان مستوي، فبكتفي بهذا القدر يعني. مجرد ما يستوي هاخده دلوقتي بس احطه كده على الصينية وهخليه لحد ما يبرد تماما. بعد ما البتنجان برد تماما هجهز الخلطة. عبارة عن فلفل بارد سواء احمر او اخضر اللي تحبيه، وتوم، ملح، وكمون، وكزبرة، وهضيف عليهم شوية خل وشوية عصير ليمون. تمام، ماشي. دايما بحب اخد شوية من الخلطة واحطهم تحت كده. بعدين هناخد واحدة ونفتح قلبها كده، ونحشيها بالخلطة، نقفلها ونحطها هنا. باقي الخلطة اللي اتبقت ما ترميهاش، بالعكس طعم ونكهة غنية جدا، حطيها عليه كده. وبعدين بغطي الوش بزيت الزيتون، بحط عليه شوية محترمين كده من زيت الزيتون وبدخله التلاجة. بيفضل عندي في التلاجة 2 أسبوع بيكون يجنن، كل يوم بتلاقي طعمه أحلى من اليوم اللي قبله، فجربوه بيعجبكم قوي. جربوه طبق مقبلات مع الفطار مع الغداء مع العشاء، لذيذ بصراحة. وكل ما بيقعد في التلاجة أكتر كل ما تلاقي يعني طعمه بقى أحلى أكتر، فبإذن الله حاجة بتعجبكم جربوها.